الفنان القدير صالح قروت يعتذر رسميا عن المشاركة في سلسلة عاشور العاشر في جزئها الثالث لرمضان 2021، وجعفر قاسم يعلق على الخبر. تابعوا التفاصيل بعد قليل، فلا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس كي يصلكم كل جديد أولا بأول. السلام عليكم وأهلا بكم. بات خبر غياب الممثل القدير صالح قروت عن السلسلة الكوميدية الرمضانية عاشور العاشر في جزئها الثالث شبه مؤكد ورسمي، بعد أن تم تداول الخبر على نطاق ضيق في الوسط الفني على بعد أيام قليلة من انطلاق تصوير العمل في المدينة السينمائية في العاشور بالجزائر العاصمة. وقالت مصادر صحفية اليوم الثلاثاء أن الفنان صالح قروت سيخرج عن صمته بعد الكثير من الصور والمناشير التي أطلقها مؤخرا على الانستغرام، وذلك عبر إذاعة جيل أفام الشبابية، ليعتذر من سكان المملكة على حد تعبيره، والتأكيد على أنه لن يكون حاضرا في تصوير الجزء الثالث من سلسلة عاشور العاشر. وسيكون صالح قروت منتظرا غدا في الإذاعة الشبابية جيل أفام في برنامج إبراهيم شو الذي يقدمه ابنه المشهور باسم إبراهيم إيربن من الساعة 10 صباحا إلى غاية منتصف النهار، للكشف حصريا عن أسباب انسحابه من العمل، والتي تكون أساسا بسبب الوضع العام لفيروس كورونا وارتباطه بعمل رمضاني آخر، أو أنه لم يعجبه السيناريو، خصوصا وأن العمل هذا العام سيعرض أو العام القادم 2021 سيعرض على شاشة التلفزيون الجزائري بدل قنوات الشروق على مدار موسمين. وأعلن فريق السلسلة الكوميدية عاشور العاشر أنه سيتم الانطلاق رسميا في تصوير المشاهد الأولى في المدينة السينمائية المصغرة بالعاشور في الجزائر العاصمة بداية من 20 شهر ديسمبر الجاري. وكانت خلافات برزت في حفل تسليم جوائز مسابقة هلال رمضان لعام 2019 بين المخرج جعفر قاسم والممثل صالح قروت، حيث كان الأخير يتجنب الحديث معه بالنظر إلى خلافات حول الأجر وتأخر تسديد مستحقاته المالية العالقة. وقال المخرج الجزائري جعفر قاسم في وقت سابق أن الممثل صالح قروت لم يتصل به ليعلمه بعدم مشاركته في السلسلة الفكاهية عاشور العاشر في جزئها الثالث، ومشاركته لغاية هذه اللحظة لا تزال قائمة. وأوضح المخرج جعفر قاسم في تصريح للصحافة أنه شخصيا لم يبلغه بعدم مشاركته في الجزء الثالث من عاشور العاشر، وأضاف كبير المخرجين: الشيء الجميل هذه السنة وفي الجزء الثالث من السلسلة أننا نصوره في الجزائر، وهذا ممتاز بالنسبة لنا عكس الموسمين الماضيين حيث كنا نصور في تونس. وتابع صاحب نسم الحسيتي قائلا: إذا غير صالح قروت رأيه يجب طرح هذا السؤال عليه، نحن نتمنى أن يشارك كل أعضاء السلسلة ولا ينقص أي شخص. وقال أيضا: استجبنا لطلب الجمهور وقلنا نعم سنصور الجزء الثالث رغم الصعوبات وحتى بدون مقابل، وإذا كان هناك أي شخص لم يعجبه العمل أو السيناريو أو مشكل في المال هذه مشكلته. تجدر الإشارة إلى أن أخبارا عدم مشاركة صالح قروت في الجزء الثالث من سلسلة عاشور العاشر تم تداولها على نطاق واسع على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام. وفي المقابل تداولت أخبار أخرى أن مصطفى هيمون المعروف فنيا بمصطفى غرهاك هو الذي سيقوم بدور عاشور العاشر في حال انسحاب صالح قروت من الدور. للتذكير، فإن سلسلة عاشور العاشر ستبث على القناة التلفزيونية الوطنية في رمضان القادم، وستشارك وجوه جديدة لأول مرة في الجزء الثالث، كما ستغيب زوجة خادم عاشور العاشر الذي يعرف بعبارة
فلون تشيكولاي ترعد سيدي مولاي والمتواجدة في تونس بسبب غلق الحدود. كما سيصور العمل في المدينة السينمائية المصغرة في العاشور وبعض مناطق الوطن في انتظار أن يخرج جعفر قاسم بعد إعلان صلاح قروت عن قراره رسميا غدا في إذاعة جيل فام عن صمته ليكشف رسميا عن من سينوب صالح قروت في هذا العمل أم سيقوم بتغيير السيناريو، خصوصا وأن الجزء الثاني انتهى بنهاية مفتوحة بعد تم إطلاق سهم موجه نحو المملكة أين كان يتواجد الملك لقمان الأمير لقمان وصالح قروت وابنته أيضا الممثلة سهيلة معلم، لتبقى قادم الأيام كفيلة بالإجابة عن هذه الأسئلة للعمل الأنجح والأبرز في رمضانات السابقة لجعفر قاسم وببطولة مطلقة للعميدي الممثلين والفكاهيين صالح قروت الذي يكون قد أعلم أنه سيشارك في أعمال فنية أخرى، ولهذا قرر أن يناور وأن يؤكد بأنه لن يكون في عاشور العاشر بالنظر ربما إلى ضعف هامش الحرية في العمل والسيناريو الذي سيعرض على القناة التلفزيونية العمومية بدل قنوات الشروق التي كانت تستفيد في وقت سابق من تمويل ضخم من مؤسسات وشركات خاصة في مجال الهاتف النقال. في انتظار ذلك نقول بأن سلسلة عاشور العاشر لا يمكن لها أن تكون وأن تضمن الفرجة من دون حضور الفنان القدير صالح قروت، كما أنه سيغيب الجنرال لقمان بالنظر إلى تواجده هو الآخر خارج الوطن حيث يقيم في أمريكا بالنظر إلى غلق الحدود الجوية والبحرية والبرية للجزائر منذ جائحة فيروس كورونا، ليبقى جعفر قاسم في ورطة حقيقية لا يحسد عليها، أولها الظروف التي سيصور فيها العمل في ظل البروتوكول الصحي وجائحة فيروس كورونا، وفي ظل نقص التمويل أيضا للسلسلة في جزئها الثالث، وبالنظر أيضا للخرجات التي أطلقها بعض الممثلين وفي مقدمتهم صالح قروت وهو عاشور العاشر في هذه السلسلة. بالتوفيق للجميع في انتظار مزيد من المعلومات والأخبار حول السلسلة والتصوير التي سنوافيكم بها حال ورودها. شكرا لكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس كي يصلكم كل جديد، وألف تحية وسلام. Thank you.